جدل آخر يعود للواجهة تزامناً مع حدوث أي كارثة طبيعية، وهو إمكانية التنبؤ بحدوث هالكوارث. خلال هالأسبوع برز اسم الباحث الليبي ورئيس مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء عطية الحصادي، الذي تبين أنه كان قد حذر المناطق القريبة من وادي درنة من فيضانات قبل يومين من وقوع الكارثة. وقال هذا الباحث أن فريقه كان بيراقب تطورات العاصفة دانيال وأحوال الطقس، وأطلق عدة انذارات وتحذيرات من المخاطر التي ستحملها تلك العاصفة على مدن الشرق الليبي، لكن لم يستجب أحد. وبالحديث عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتحديداً الزلازل، يتردد اسم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجر بيتس، الذي أطل علينا هذا الأسبوع متنبئاً بزلزال وقع فعلاً في مصر لكن لم يقع ضحايا. وكان هذا العالم أول عالم قد تنبأ سابقاً بزلزالات كثيرة حول العالم، من ضمنها تركيا وسوريا وزلزال المغرب. والحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، دكتور جمال الموسى، المستشار في طقس العرب ومحاضر أرصاد جوية بالأكاديمية البحرية الأردنية. يا هلا وسهلا فيك معنا في MBC. في أسبوع، إلى أي نسبة بالفعل ساهم التغير المناخي في رأيك ومن وجهة نظر طبعا علمية في إعصار دانيال؟ مساء الخير، نهنئكم بالعيد الوطني ونهنئ المملكة العربية السعودية، وكل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى لكم التوفيق والتقدم إن شاء الله الدائم والمستمر. التغير المناخي حقيقة واقعة وحاصل، وأخذ صور أكثر عنف وأكثر شدة في الفترة الأخيرة، فالموجات الحارة والعواصف والمنخفضات الجوية العميقة والأعاصير هي من أنماط الطقس العادية واللي بتحدث بين فترة وفترة، لكن بالفترة الأخيرة ونتيجة التغيرات المناخية بسبب زيادة درجات الحرارة بارتفاع كبير وأرقام قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل، أصبحت هذه أنماط الطقس المتطرفة ومنها العواصف كالتي حدثت في ليبيا أصبحت أكثر شدة، أكثر تكرارا، أكثر عنفا، أكثر تدميرا تقريبا، ينتج عنها أيضا كوارث أخرى زي الفيضانات. هذه هو قضية درنة والعاصفة اللي أثرت في البحر الأبيض المتوسط، هي أثرت قبل ليبيا على اليونان، ثم تقريبا أثرت على غرب ليبيا، وتدريجيا كان مسارها من غرب ليبيا إلى شرق ليبيا تدريجيا، حتى نحن في طقس العرب تنبأنا عن المسار تبعها. ويوم السبت اللي هي بالمساء حدثت في شرق ليبيا، صباح يوم السبت حذرنا وقلنا إنه هذه ستؤثر ليلة السبت ويومي الأحد والاثنين على شرق ليبيا ومنطقة بني غازي، ومن ثم ليلة الاثنين على الثلاثاء تدخل إلى الأراضي المصرية، لكن عندما تدخل إلى الأراضي المصرية تضعف تدريجيا. هذه العاصفة اللي كان إلها في البداية سلوك إعصار ومنخفض جوي عميق مصحوب بحوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، أدى إلى غيوم ركامية وركام مزني، نتج عنها زخات قوية من الأمطار وأمطار غزيرة، نتجت عنها فيضانات. أضف إلى ذلك أنه طبيعة التضاريس ووجود السدود اللي انهارت وعدم الصيانة للسدود وعدم وجود بنية تحتية قوية تستوعب هذه الأمطار وتؤدي إلى تصريف الأمطار بشكل بعيد عن المباني، انهدام السدود وانهيارها أدى إلى تدفق كمية كبيرة من المياه بسرعة كبيرة، فكان المومنتم أو الزخم تبعها كبير جدا، وبالتالي الدفع كبير جدا أدى إلى سحب ما كل ما هو أمامه، حتى عمارات من 6 طوابق تقريبا أخذها أمامه. إذن في عنا عدة أمور، في أول شيء الناحية الجوية، في عنا 2 السدود وانهيارها وعدم الصيانة وتهالكها، 3 وجود المباني الموجودة في مجرى الوادي هاي كمان، والبناء العشوائي في هذه المناطق، كل هذا ساهم. 2 لم يكن هناك إنذار مبكر
مبكر، وإن كان هناك إنذار مبكر لم يكن هناك استجابي. دكتور أيضا زمال. لا يوجد خطط طوارئ. نعم. ولا يوجد أزمة إدارة أزمة كوارث في المنطقة اللي بيظهر. دكتور جمال لو سمحت لي بس أود التطرق لنقطة ذكرتها وهي موضوع التحذير بالحديث عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية، يعني كما استعرضنا من الداخل الليبي أصدر أحد الباحثين تحذيرات قبل وقوع الكارثة، فعلميا يعني كان يمكن التنبؤ بها صحيح؟ هو الكوارث الطبيعية عندنا في الأرصاد الجوية في قول مأثور من سنة 1993 إنه الكوارث الطبيعية لا يمكن مواجهتها ولكن يمكن التقليل من آثارها عبر التنبؤ الدقيق والإنذار المبكر وإعداد البنية التحتية. تم وتم من عدة مراكز أرصاد جوية في العالم ومن ضمنها أيضا طقس العرب التنبؤ بهذه الحالة الجوية بهذه العاصفة وأنها رايحة تضرب شرق ليبيا، ولكن المهم هنا أن يستجيب الناس لهذا النداء. فلذلك الأرصاد الجوية ما قصرت في كثير من مرافق الأرصاد الجوية في العالم، حذرت وموجود هذه العاصفة كانت ومتوقعين أنه ينتج عنها أمطار غزيرة وقوية، وهذه الأمطار الغزيرة والقوية ينتج عنها فيضانات كارثية، وهذا ما حدث فعلا. لكن زي ما حكيت أنه انهيار السدود زاد الوضع سوءا، ووجود الأبنية في مسار الوادي ومسار جريان المياه هذا أدى إلى تضاعف عدد المفقودين وعدد القتلى، والله يرحمهم جميعا ونتمنى السلام دائما للجميع. الكوارث الطبيعية وخاصة المتعلقة في الظواهر الجوية سهل نتنبأ عنها وسهل نتوقعها قبل حدوثها بعدة أيام حتى، وسهل أنه نتوقع مسارها، وممكن أنه حتى نتنبأ فيها بفترة سابقة أسبوع إلى 10 أيام. لكن بدنا دائما البنية التحتية القوية، خطط الطوارئ تكون جاهزة، مراكز لإدارة الأزمة، أيضا استجابي وأخذ النشرات الجوية بجدية و بروح تعاون، وأنه هذه قد تشكل خطر وأنه فيها تهديد للممتلكات والأرواح. إذن يجب أن نستجيب لهذا التحذير، نحن كشعوب أو كسكان أو كمواطنين يجب أن نستجيب، وأيضا كجهات معنية كدفاع مدني كجيش. نعم. نعم دكتور جمال، أي جماعة يخصهم هذا الموضوع يجب أنهم يتعاونوا ويستجيبوا أيضا. واضح. بالتحذيرات. بالنسبة للتحذيرات اللي تتعلق بالزلازل، ما هو تعليقك على موضوع التنبؤ بالزلازل تحديدا؟ أيتنا تقف في هذا الجدل؟ الزلازل موضوع آخر ليس كالتنبؤات الجوية. التنبؤات الجوية يمكن التنبؤ ويمكن التنبؤ لأسبوع وأسبوعين، لكن الزلازل من الصعب التنبؤ بحدوث الزلزال، وإذا كان هناك في دلائل ومؤشرات فلا يمكن تحديد الفترة الزمنية بالضبط، ولا أيضا تحديد المكان بالضبط، ولا تحديد قوة هذا الزلزال، يعني القوة حسب مقياس ريختر قديش راح يكون في وقت حدوثه، فهذا من الصعب. يعني حتى العالم الهولندي زي ما شفت في التقرير هو توقع حدوث، لكن حدث في مصر وحدث ضعيف، يعني أقل من 4 يمكن حسب مقياس ريختر. إذن هو لم يحدد المكان، لم يحدد قوة حدوث الزلزال ولا التوقيت بالضبط. إذن من الصعب، وهذا ما يؤكد كل علماء وخبراء الجيولوجيا. واضح. وخبراء الزلازل والبراكين، هذا دائما ما يؤكدوا أنه دائما من الصعب التنبؤ بحدوث الزلازل، إنما هناك في دلائل في مؤشرات، وهذه المؤشرات أيضا لم تكتمل بعد. كل الشكر لك ضيفنا من عمان الدكتور جمال الموسى المستشار في طقس العرب ومحاضر أرصاد جوية بالأكاديمية البحرية الأردنية، شكرا جزيلا لك.